ورثت يعني التقليد ده من مين؟ مفيش ممثل ما يعرفش يقلد. لا، في ممثل بيبقى ممكن يتقمص، لا انت بتعرف تقلد. وتاني بقول لك مفيش ممثل ما يعرفش يقلد. انا الحكايه بقى مع مكياج مع بتاع بتشتغل اكتر، يعني انا لعبت عليها اكتر، لكن مفيش ممثل حقيقي ما يعرفش يقلد. انا عارف انت بتحب يعني عمرو دياب في حته تانية عندك خالص. طبعا عمرو صديق عزيز وفي حته تانية غير عند كل الناس مش عندي انا بس. يعني طب انت من الناس اللي بتحب يعني، اصل عمرو دياب ليه ناس كده تقول لك ايه، انا بحب الاغاني القديمه اكتر من الاغاني الجديده، ولا انت بتحب له كل الاغاني عمرو دياب ده في نموذج، مراحل اصلا؟ عمرو دياب ده نموذج لازم يتدرس للي يقدر يفضل فوق ال 30 سنه في مكانه ما بيتعتعش. فهو عمل ده وبيعمل الشفتات دي ويعرف امتى يعمل اغنيه وما اعرفش عامله ازاي ويلعب لهم ايه، هو عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. وعلى فكره لو جيتي ما سمعتي اغنيه لعمرو دياب من 3 سنين هتقولي دي من الاغاني القديمه الحلوه والنغمه بتركب في ودانك وتمام وهتحبي عليها وتحبتي عليها وحضرتك مخلفه عندك بنت. لا ما عنديش ولد. ربنا يديكي بنت هتلاقيها بتحب على عمرو هو دياب كل الناس بتحب عمرو دياب يعني فعلا. هو عرف يتواصل مع كل الاجيال الاجيال. الجديده فعلا. ده ظاهره تدرس، دي حصلت مع عادل امام ومع عمرو دياب، ما حصلش مع حد تاني. بتكلم استاذ عادل؟ اه طبعا. طمنا عليه، اخباره كويس زي الفل، مفيهوش حاجه، مفيش كلام من ده وكلام فاضي بتاع يعني. ما هي السوشيال ميديا بتعمل حاجات وحشه ما تقوليش عليها على حد بقى. مش هنقول لحد يعني كده، معناها ان انت مالكش في السوشيال ميديا؟ لا ماليش فيها، ما بحبهاش خالص. طب اما بينزل تصريحات على لسانك وانت مش قايلها بتعمل ايه؟ ولا حاجه خالص، مش حاجه. قولوا اللي قلتوا. طيب خليني اتكلم عن محمد رمضان بقى شويه. انا قريت تصريح ان انت شايف بتقارن محمد رمضان باستاذ عادل وتهاجمت، في نقاد هاجموك وشويه تانيين. خليني اخلص. قارنت مشوار محمد رمضان بمشوار الاستاذ عادل. طب ازاي؟ ده بداها من تحت دون ادنى مساعده، وده بداها من تحت دون ادنى مساعده، بل بالعكس رمضان كان في وسط جيل كلهم ابناء فنانين. كلهم ابناء نجوم. محمد رمضان مش ابن نجم، يحترم على فكره على اللي هو واصل له ده، يحترم. اختلفي معاه اتفقي معاه، لكنه صاحب مشوار بدراعه. انا احب الناس اللي بتخش بدراعها دي. انت سكتي. انا سكت. طب شو هو موهوب فعلا، وغير بس انا ما بقتش فاهمه معهوش يعني مخلوق. انا كنت محتاجه منك التوضيح ده، ان هي انت اتهاجمت، قال لك ازاي ده لسه مشواره وده لسه بيبدا قدام استاذ عادل انا امام. ما قلت ازاي زي عادل امام، انا قلت مشواره كان مليء بالاشواك يعني زي في كفاح. بس انت هاجمته وهو على المسرح. لا انا ما هاجمتوش على المسرح، انا هاجمته لما هو طلع هاجمنا على مسلسل المرافعه. طلع خبط فينا كده بدون اي حاجه، فرحت انا كمان خبطه عادي. قال ايه يا تيم؟ مش عارف، كان معاه الابراشي الله يرحمه بيقول له انت حبيشه، دي قصه حقيقيه وعشان